من تأخير التهنئة السعودية، أنا أعتقد تفسير له بأنه لا زالت النتائج مثار جدل بين الرئيس ترامب والرئيس بايدن، والتهنئة تعني الانحياز لطرف ضد الطرف الأول، الطرف الأخير ضد الطرف الأول، والطرف الأول صديق للمملكة العربية السعودية، والحقيقة أنه تميزت العلاقة مع الولايات المتحدة في عهده بسمات العلاقة الشخصية بين القيادتين، والمملكة لا تريد أن تظهر أنها يعني سعيدة برحيل صديقها. هو هنا أهدانا بالتحديد دكتور سليمان، إذا تسمح لي سيد سليمان عفوا، المصالح المملكة العربية السعودية كانت تتماشى مع استمرار ترامب لدورة ثانية، كانت تأمل المملكة العربية السعودية بأن يستمر ترامب. هذا الذي يعطينا انطباع أن العلاقة ربما تتأثر أو ربما يعاد النظر بها بعد أن فاز بايدن. كيف ستتلقى المملكة العربية السعودية أو تتأقلم مع المتغير المحتمل للسياسة الأمريكية في المنطقة؟ ما في شك أنه ترامب قد اتخذ سياسة الضغط القصوى على إيران وطوقها وقلص من مخاطرها، وهذا أسعد المنطقة كلها وليست المملكة العربية السعودية. ولكن في واقع الأمر أنه بايدن لن يغير الكثير في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط لسببين. السبب الأول أنه مجمل الاستراتيجية الأمريكية وخاصة عند الديمقراطيين أنه الأول